انا قلت زعما اللي جا عندك هنا شويه وات تشدو من راسو تطبطب عليه نقول لي شوف الله يرضي عليك المهم صبر شي شويه والميدان هو هذا وان شاء الله غادي تقاد الامور تقاد ان شاء الله هادشي اللي كنتسنى منك انا ما انا اؤمن مساله الدور 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 ديالي اللي بغيني هو كيعيط عليا ما يعيط عليا لا ديريكتور دو كاستينغ ما يعيط عليا لا مخرج لا منتج لا شي واحد يتوسط ليا بغاني هذاك الدور غير يعيط عليا ما بغانيش انا مريح في بلاصتي بالتجربه ديالك مع ناس اخرين تحس فرقه مسرحيه صعيب راه والله ما صعيب والله لا مسؤوليه صعيبه الفرقه صعيب صعيب حيت راه فرقه ملي كتكون يعني عندك فرقه ديالك وكتخدموا معاك الناس يعني كتسمى كيخدموا معاك يعني تقدر تظلم عباد الله عندي علاقه طيبه كاين شي وحدين اللي ربما عندهم يعني واحد بحال الحساسيه الشخصي واخا ما كاين حتى مشكل ربما ما كنعجبهمش كاين هذا الشيء راه انسان واحد كاين شي وحدين ما كيحملونيش ما كيحملونيش لحد الان انا ديما السؤال مطروح علاش